مخافه ان يطعم معك. قلت ثم اي؟ قال ثم ان تزاني حليله جارك. هذا من اقبح الذنوب ومن اكبرها. والحليله المراد بها زوجه الجار، وهذا يتضمن افساد الزنا، يتضمن افسادها على زوجها واستماله قلبها الى الزاني، وذلك افحش. ومع امراه الجار اشد قبحا واعظم جرما، لان الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه ويامن بوائقه ويطمئن اليه، وقد امر باكرامه والاحسان اليه. فاذا قابل ذلك كله بالزنا بامراته وافسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منها، كان في غايه من القبح. اورد بسند